زمانين قوي النهارده فيه. الجيش ده تقريبا فوق. واحد اربعه خمسه سته سبعه. هي الثلاث باشمهندسات دول وبعد كده باشمهندسين ده فوق. يبقى انا عندي 6 دقيقة. يبقى المحصلة في الآخر بتاعت الطاقة بالنسبة
الموليكيول في جسم الصم هي نص ونص، يعني واحد كتير في 3 رهيب. فانت تلاقي في الاخر ان السوليد ماتيريال ليها افريج انرجي بير موليكيول تقريبا بتساوي الافريج انرجي في البولي اتوميك اسيد. ده ست ستة بالنسبة لي ستة، بس الستة تغير الستة دول، يعني الستة بتاعت الصوديوم ثلاثة تانية ثلاثة بوتاشيوم، والستة بتوع البولي اتوميك جاز هما ثلاثة ترانسليشنال وثلاثة روتيشنال. دول ستة من نوع ودول ستة من نوع تاني، بس في النهاية الطاقة المتوسطة هنا ثلاثة جي تي وهناك ثلاثة جي تي. تمام؟ أنا مش ممكن أراجع في الكلام ده يا جماعة، أنا بس عشان عارف مصلحتكم، أنا قلت الكلام ده برضه، بس لقيت فيه أسئلة كتير. في ناس بعد المحاضره المره فاتت كانت حاجه صوفاني، يعني ان هم قالوا لي اللي انت رسمه ده اسمه اس ام، لا ده اسمه دلتا، معلش انا كان يعني يمكن ما فهمتهاش كده، هي مش اس هي دلتا، دلتا دلتا دي اللي هي ديبريشن يعني شويه او حته. يوصل العلاقه ما بين السرعه وعدد الجزيئات. اتعرفنا المره اللي فاتت على حاجه اسمها الار ان اس بلس، الار ان اس، وعرفنا حاجه اسمها الافرج بلس دي افرج. وفي بلس كمان اسمها دي ام. مين دي ام دي؟ سميناها الموست بروبابل بلس، هي السرعه اللي عندها اكبر عدد من الموليكولز في الغاز. يعني انا لو عندي غاز فيه مثلا 100 موليكول، شوية هيمشوا في ام، وشوية هيبقى عندهم في بتساوي في ار اكس، وشوية هيبقى عندهم في بتساوي في ام، وشوية تانيين ليهم سرعة رابعة، وشوية ليهم سرعة خمسة، وهكذا. ففي ديستريبيوشن كل شوية من الغاز ده بيمشوا بسرعة معينة. العلاقة دي سميناها ماكسويل ديستريبيوشن. لقينا فيها ان في ام هي السرعة المفروض دي مش عليك كمان حاجات، دي مش مديها لك في الكتاب. انت بس تعرف ان في ام او نص بروبابلس هي النص اللي عندها اكبر عدد من الموليكولز من الغاز. وفي حاجه اسمها السرعه المتوسطه اللي هي متوسط الكيرف ده اسمها دي افرج. وفي الدي ار اس اللي احنا شرحناها المره اللي فاتت اللي هي طلع عليها كذا سي او ثلاث جاز ثلاثه ار تي على ام نقطه او جاز ثلاثه بي بي ثلاثه بي على رو وهكذا. العلاقه بين دي افرج وبي ار اس ان دي افرج بتساوي 0.921 بي ار اس، ودي مش عارف تسوي ثلاثه بس تعرف هي ليه؟ علشان في مسائل هنيجي نقول لك ده ظروفه كذا 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 كذا، احسب البي افرج بتاعك. هتحسبها منين؟ انت ما عندكش قانون مباشر للبي افرج. فانت هتحسب الاول البي ار اس بالقوانين بتاعتها، سواء بقى الجزء الثلاثة أربعة على النقطة الجزء الثلاثة تي على الربع وهكذا. طلعت الار ان اس فاليو بعد كده تروح معوض هنا فطلع البي افرج. البي افرج بيساوي 921 من البي افرج. في مسألتين في الشيء اسمه ايه؟ مسألة خمسة يقول لك عندي ميكسر، عندي خليط فيه هيليوم اللي هو الزيتا والنيون والهيليوم. ومديك المولكيولار ويت اللي هو الكتله بتاعت النيون للثلاثه دول بالترتيب 24.2.6. انت ممكن تعمل ده على اساس ان هو الماس نمبر، الماس نمبر عارفين لو بتكتبوا رمز في الكيمياء، يعني لو حاجه بتعرف منه الكيمياء. مثلا اقول لك هيليوم اتش بي 24، الاثنين اللي تحت دي نمبر اوف بروتونز، والرقم اللي فوق ده مجموع البروتونز والنيوترونز، فاللي فوق ده بيسميه ماس نمبر. ولو انت خدته وحطيت جنب دي كام جرام؟ 4 جرام يعني، يبقى ده كتله المول بتاع الماده دي. فكتله المول بتاع الميركوري والنيون والهيليوم من هنا كده. بيقول لك قارن، بص يا جماعه معلش انت عشان اعرف اشتغل ما تخلونيش ما
تخلينيش اتجوز، انا مش عارف اتجوز مش صح. انا ممكن ما اقولش كلام قالت المساله معاك. فالافرج انرجي بتاع الثلاث اخبار دي والجبر اس بتاع الثلاث اخبار دي، الثلاثه دول كلهم هنا توم جاز، وبالتالي الثلاثه ليهم ثلاثه ترانزيشنال موشن بس ما لهمش روتيشنال موشن. فعلى الرغم من اختلاف الجزء بتاع الجزئيه المولكيولاريه بتاع كل واحد فيهم عن الثاني، لكن في النهايه ده ما يفرقش بالنسبه للانرجي. كلهم بيبقى ليهم ثلاثة ترانزيشنال موشن، كلهم في نفس درجة الحرارة، يبقى كلهم ليهم ثلاثة على 2 كي. الكتلة مالهاش دعوة بالموضوع ده. فلما أنا كنت فيها الأفرج إنرجي هنا هتلاقي إن النسبة بتاعتهم واحد لواحد لواحد بغض النظر عن الكتلة، لأن الأفرج إنرجي دي 3 على 2 كي. الكي عندهم كلهم مع بعض نفس المشرة، كلهم ليهم نفس الكي، فبالتالي ليهم نفس الأفرج إنرجي. لكن الفرق هيبان في الأر بي إس فيلوسيتي. الأر بي إس فيلوسيتي بيساوي الجزء 3 أر تي على إن نوت، الثلاثة والار والتي زي بعض ليهم كلهم، فالايه النوت ده مختلف، هتلاقي النسبة بينهم هي نسبة عكسية، يعني دي ار اس بتنسى تناسب عكسي انفرس بروبورشن مع الايه النوت. هتلاقي ان النسبة بينهم واحد على جذر 4 لواحد على جذر 20 لواحد على جذر 2.6. واحد على جذر 4 لواحد على جذر 20 الى واحد على جذر 2. صعب كده يا جماعة؟
المعلومات الثانية هو الأول موناتومي يعني هذه الذرة والأمبريشنج بتاع الموليكول الأربعة في عشرة أس ناقص 25 بيقول لك الضغط بتاع الغاز ده 20 مللي زيبة الحجم بتاعه هو 4 سنتيمتر مكعب سؤال هذا عدد الموليكولز اللي احنا سميناها كده ده بيساوي كام؟ بيديك الضغط بيديك الحجم بيديك الأفرج هنا بتاع الجزئين وإنه موناتوم وعايز أن أحلها إزاي؟ في قوانين دايما تشيلها في جيبك وأنت ماشي قوانين سهلة في دي بيساوي ال ار دي في دي بيساوي ال دي دول هكتبهم على طول كده يمكن ينفعوا فأنا كتبت في دي بيساوي ال دي كويس الأفرج هنا ماشي هو موناتوميك جاز يبقى أفرج هنا بتاع ال دي المعادلتين دول عندي دي وإي وما عنديش إي ده عندي الفوليوم ده عندي البريشر ده هو مديهولي بشكل غير مباشر يعني هو 20 مليون زيبا فانا ممكن احسب البريشر لو انا قسمت المعادلتين دول على بعض الكي تي هيروحوا من الناحيتين فقالي كي هيبقالي كام فهي الموضوع بسيط هتقيس الدي على دي هطلع من ال تساوي 3 على الدي في على الافرج انرجي البريشر هسيبه ازاي؟ في حاجه من ايام ثانوي كده البريشر لو اداوا لك معلومه الضغط الزئبقي يعني هيبقى رو جي اتش رو المسافه بتاعت الزئبق اللي هي المساله 13.6 جرام على سنتيمتر مكعب والجي 980 والاتش اللي هو الارتفاع بيقول لك ان هو ضغط معمول من الزئبق 20 ملم اللي هو 0.2 سم. هتحسب البريشر وعدد الفوليوم وعدد الانرجي كل حاجه موجوده هتعوض طبعا دي مساله اصلا القصة هنا
الفيرست لوب في المغالاه القانون الاول اللي هي الحاجه دي. في قانون عدى علينا كده ظريف قوي قلناه في السكه كده بسرعه وما بقيناش عليه كتير لان هو سنه قوي. القانون الصفري ده فيروس لو القانون الصفري اللي هو جاي في السيرما الايكوليبر لو تفتكروا كده حته كده عدينا عليها بسرعه 10 ثواني قلنا لو احنا حبسنا كام جسم مع بعض جوه ايزوليتد سيستم هيقعدوا يبدلوا حراره مع بعض لحد الحراره بتاعتهم تتساوى فمين ده السيرما الايكوليبر ده بيسموه قانون البسيط مش مهم القانون نمره واحد بقى شغل اللي جت ده هو الكونسرفيشن اوف انرجي هو قانون مقدار الضغط مش اكتر من كده يقول لك ايه لو احنا جبنا غاز بسيستم معزول كونتينر جواه شويه غاز ومش مسموح للغاز ده يخرج بره ولا هيجيله من بره غاز تاني عشان كده احنا بنسميه ايزوليتد سيستم النمبر اوف مولز سمول ان ده رقم ثابت كميه الغاز ثابت والكتله بتاعت الغاز اللي بنسميها كابيتال ام ده رقم ثابت هنا بقى في مشكله في الكتاب الكتاب جه هنا وراح يسمي كتله الغاز سمول ان احنا شابتر 2 سمينا كتله الغاز كابيتال ام وكتله ال1 موليكيول الجزء الواحد سمول ام صح كده؟ ده شابتر 2 هتلاقوا بقى في الكتاب شابتر 3 ومسائله السمول ام دي عاملها على الغاز كله فاتفقنا احنا مع بعض كده الناس اللي هيدرسوا دي ان احنا لا هنغير الرمز للشابتر 3 ده علشان الناس ما تتلخبطش وهنمشي بنفس نفس شابتر 2 يعني السمول ام دي هتفضل دايما هي كتله المولكول الواحد الجزء الواحد والكابيتال ام دي هتبقى هي كتله الغاز كله على بعض مع ان الكلام ده مش هو اللي شابتر 3 في الكتاب بس احنا قاعدين بنرجع اهو تاني شابتر 2 كان السمول ام دي كتله المولكول الواحد والكابيتال ام دي الغاز كله هنمشي بنفس الكونفنشن وسيمبلز نفس الطريقه كده في شابتر 3 طيب يبقى احنا عندنا غاز جوه كونتينر معزول يعني الكتلة اللي جواها ام او عدد المولز بتاعتي سمول ان ده رقم ثابت حلو نفترض بقى ان انا اديت له شويه حراره او سحبت منه شويه حراره هو معزول على مستوى الكتله ما بيبدلش كتله مع عالم خارجي مفيش غاز بيخرج من الكونتينر ولا غاز بيخرج لكن ممكن يبدل حراره ثرو ذا وولز خلال الحيطان بتاع الكونتينر فممكن يبدل حراره من حيطان الكونتينر الحراره اللي بيبدلها مع بره دي بنسميها دي كيو كويس فانا لما اديله شويه حراره ايه اللي هيحصل؟ شويه من الحراره دي هياخدها فين؟ زي كده الناس بتوع الرابعه الثالثه لما مين اللي خد معايا سيكشن رابعه الثالثه شيك وان؟ في حد تاني منهم؟ كويس في قلم احمر عندكم بالله لو سمحتوا. احمد الدكتور بتاعي يا جماعه عندي قلم مش كده اللي زمان كان في مكان كان الدكتور كان هو مصمم زمان يعني في دكاتره احسن من مكان شوف معاك ايه بعيد كده شوف بس كده دلوقتي يصور ها حيث ان ده عدد المولكيول كابيتال ان والكيس اللي بوظ ان دي بريشر ايجابي
وشويه زياده هيعمل فيهم سخن. يعني لو انت اديته حراره ممكن غالبا يعني بشكل عام لما تاخد شويه هتاخد فيهم من نفسه يرفع فيها الفتره الزمنيه بتاعته او حراره بمعنى اخر وشويه هيحاول يعمل فيهم سخن. والعكس لو انت سحبت منه حراره فهو هيفصل من الطاقه الداخليه او هيترك عليه شغل يعني كامش يحصل كومبريشن. فهنخلي بالنا بقى شويه اشارات كده في الموضوع علشان الاشارات هناك. لو الحراره ضربت الغاز فدي يودا الغرفه هون بقى. لو انا اديت الغاز 5 جول في المساله في القانون ده هعوض بفولت بلس او فولت 5 جول. لو سحبت منه هتبقى نيجاتيف صحيح؟ ماينس 5 جول. طيب ده الديفيوجن الشغل بقى. لو كان الغاز جوه الكونتينر والغاز بيعمل شغل يعني ايه الغاز بيعمل شغل؟ يعني لو انا عندي غاز جوه الكونتينر في المنظر ده وده الماس والبستون بتاع الكونتينر لو حصل ان الغاز عمل شغل يعني حصل اكسبانشن يعني الناس اللي ورا يعني زق الدراع بتاعت المكبس اللي بره كده يبقى هو عمل شغل. الشغل ده يتكتب في البلس. لو اتعمل عليه شغل لو الضغط اصلا الكومبريشن يعني الدراع بتاع المكبس اللي راحت كده يبقى ده نجم. الانترنال انرجي ديو لو زادت اللي هي شبه التمبريتشر لو زادت اللي هي اي على كده دي ديو لو زادت او زاد دي يو ده يتكتب في بوست لو نفس الشيء فيبقى القانون الاول اسمه ده نفس اللي هو كونسرفيشن اوف انرجي بيقول ان انا لو اديت شويه طاقه هياخد شويه لنفسه وشويه هيعمل بيهم شغل. ده الشكل العام قانون بقاء الطاقه مفيش خصوص مفيش خسارة. وممكن تفهمه بكذا شكل ان انت لو عملت عليه شغل مثلا الدي دبليو ده لو كنت عملت عليه شغل فممكن يطلع هو حراره بره. فاحنا هنلعب بقى في الموضوع ده الدي دي بتساوي دي وزي دي دبليو هنقعد نلعب فيها طول الشهر جنبها كده. بص يا جماعه ما تسيبش السؤال في الامتحان فاضي. يعني الزمرة اللي صلحت الترم الاولاني انا ما كنتش البوم في الترم الاولاني ما صلحتش بس الناس بيقولوا لي ان احنا بنشوف ورق مسائل كتير فاضيه 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 يعني بمعنى ان هو ما حاولش. والمصيبه اللي ما يحصل في مساله زي مثلا مساله البيبر ايوه يعني لما تيجي تديك بيبر وتقول لك انا في الاجر ما مش معروف كانت صعبه فنصيحه كده لا مش هو المسائل فنصيحه كده نصيحه ما تسيبش مساله فاضيه. لو الدنيا مضلمه معاك حط القوانين التي تظن يعني هي خلاص. يعني مثلا مسألة الحراره غالبا غالبا بي بي بيساوي ايه ار تي هيكون موجود صابويا يعني فبي بي بيساوي ايه ار تي او بي بي بيساوي ايه تي يعني اسمع معايا. مسألة شابتر 3 ده غالبا كده دي كيو بيساوي دي زي دي دبليو جنبها تحط دي دي بتساوي ايه ار تي ننجح كده يا هننجح. ونحط مثلا دي كمان مش صعب يعني دي يو اي على زي تي مش صعب كويس. انت بس لو حطيت لهم احتمال تاني مش هيشتغل. يعني انا بقول خالص زمان كده والاقي مسافه كعبيه احط القوانين بص على بعض بالذات مش انا كنت بديت اشخر وانا بشخر كده لكن القوانين يجوا شويه يعني بعد كده على بعض بس لو شويه يعني على شفر طب في دي انا عارف كده بص كده في دي دي مش عارف ايه اقعد اشفر كده بدقه كده تبقى ممكن ما تنساش حاجه فاضيه هي كلها في عشتها في مصر ماشي مش بس ما شفتوش السنه الجايه
غاز ده طاقه حراريه هياخد شويه عنده وشويه هيعمل فيه شغل. ده الشكل العام. في حالات خاصه خمسه هندرسها بعد شويه، خمس حالات خاصه. مش دايما ان دي كيو بيساوي كيو، ده بيبقى دايما لو في كيو يبقى هيبقى في يو هيبقى في ده. احيانا زي الاصابع، احيانا زي الموجب، احيانا زي احنا نقعد نلعب ده خمس حالات. اتكلمنا ان دلتا يو دي اسهل حاجه فيهم في الشابتر ده، يعني دلتا يو دي كانت النتيجه بتاعت شابتر 2، ده اللي خرجنا بيه من شابتر 2، ان الانترنال انرجي يو بتساوي اي على تي ان دي تي او اي على تي ان ار تي. دلتا يو هيبقى جاي من دلتا دي وباقي ده شويه ثواني، وخلصت القصه بتاعت دلتا يو على كده. فالشابتر ده هنلعب فيه فين بقى؟ في ال الدي كيو والدي دبليو بتوع الحراره والشغل. كويس، نتكلم الاول عن الشغل دي سهله، بعدين نتكلم عن الكيو بقى اللي فيها مشكله. الشغل زي ما انتوا عارفين غاز جوه كونتينر عايز يعمل مثلا اكسبانشن، يبقى هيعمل شغل عشان يزق البستون او يزق المكبس لبره. فالشغل هنحسبه ازاي؟ القانون الشغل البسيط العادي اللي احنا عارفينه انه دي دبليو بيساوي اف دي اكس، الفورس اللي هيعملها الغاز على الدراع بتاع المكبس ده تايمز دي اكس اللي هي الازاحه او المسافه اللي هيزقها. كويس، كلام بسيط. ممكن احط الفورس بالبريشر في الاريا، حيث الاريا ده ايه؟ ده الكروس سكشنال اريا، مساحه المقطع بتاع المكبس. فده ايه ده؟ مساحه المقطع بتاع المكبس. فالفورس تبقى البريشر في الاريا، سهله. الاريا مع دي اكس على بعضها كده يبقى دي فوليوم، التغير في الحجم بتاع الغاز. برضه دي سهله، مفيهاش حاجه. لكن الانفينيتيزمال او التغير البسيط في الشغل، لو انا عايز اجيب الشغل كله في بروسس كبيره هضطر ان انا اكامل العلاقه دي عشان اجيب الشغل، فيبقى الشغل كله على بعض دبليو بيساوي انتجرال، دي دبليو بيساوي انتجرال بتاع بي دي. كويس، ناخد مثال. دي اسمها البي في دايجرام. يعني ايه بي في دايجرام؟ علاقه البريشر مع الفوليوم في بروسس معينه عملها الغاز. هناخد حاجه سهله قوي، هنفترض مثلا ان الغاز عمل اكسبانشن زاد الحجم بتاعه اد كونستنت بريشر، حصل له زياده في الحجم اد كونستنت بريشر، فعندي البريشر ده اهو الحجم اتغير من دي 1 راح من دي 2، ده كده اكسبانشن، لان الحجم النهائي الفاينل فوليوم اكبر من الانيشال فوليوم. لو كان العكس جاي من حجم كبير لحجم اقل، ده بنسميه كومبريشن او انضغاط. ده ساعات انت محتاج حاجه من بره تعمل شغل على الناس او انك تسحب منه حركه. كويس، في الحاله دي لو حبيت اعمل الانتجرال علشان اطلع الشغل ده بيساوي كده انتجرال تي تي دي، البي في البروسس دي نركز بقى عشان نبتدي بجد، من اول النقطه دي للنقطه دي البريشر ثابت ولا بيتغير؟ ثابت. انتجرال تي تي دي دي ثابت، يطلع ضربته كام؟ صح؟ فيبقى عندي الانتجرال بتاع تي تي بس اللي هو هيطلع لي في النهايه دي 2 ناقص في 1، انتجرال دي دي بيساوي دي وتعوض اللينكس بتاعت الانتجريشن من دي 1 لدي 2 هيطلع في 2 ناقص. سهل قوي. دي 2 اكبر من دي 1 يبقى النتيجه هتطلع حاجه مفيده. العكس هيطلع حاجه ثابته. كويس. نفترض انه بعد ما وصل للنقاط على دي دايجرام حصل له حاجه، العمليه الاولانيه بنسميها الايزوباريك بروسس. ايزوباريك يعني متساوي الضغط او احاد الضغط، الضغط ثابت الوقت بروسس. ايزوباريك معناها ثلاث نقط بقى الكلام ده، ايزوباريك يعني ايزوباريك وايزوثيرمال وايزوباريك في شويه حاجات كده. فايزوباريك معناها الضغط ثابت. طيب كويس، نفترض بقى اللي حصل ايه؟ طب ايزوباريك دي شبه ايه في الطبيعه يعني؟ ايزوباريك دي ازاي عمليه عاملها ايزوباريك يعني عمليه ضغط ثابت؟ لو انا جبت غاز حاطط في كونتينر وكان المكبس بتاع الكونتينر ده فريكشن يعني ما بيعملش احتكاك مع الجدران بتاع الكونتينر، فالضغط على الغاز هيبقى مين؟ الوزن بتاع المكبس اهو زائد الضغط الجوي. لو انا جبت الكونتينر كده وحطيت هنا المكبس ده وزنه ام جي هيأثر لتحت وفوقيه كمان الضغط الجوي. لو مفيش احتكاك، لو مفيش احتكاك بين المكبس ده والكونتينر اللي هيحصل ايه؟ ان ممكن الغاز يحصل له سباشن او كومبريشن، لكن الضغط دايما ثابت اللي هو الوزن بتاع المكبس ام جي على الكروس سكشن اريا
طبعا مفيش فريكشن. طيب نفترض ان انا عملت له كمان بروسس بعد ما اوصل للنقطه دي، هنزل الضغط بتاعه من V1 لV2 بس تحت فوليوم ثابت. يعني ايه فوليوم ثابت؟ يعني حجم ثابت. دي نسميها ايزوكوريك. ايزوكوريك بروسس الاسم ده معناه ان هو حجم ثابت. حجم ثابت دي سهله قوي. ان انا حطيت كونتينر حجم ثابت قفلت عليه خلاص مش هقدر اتحرك. يعني لو انا رحت قافل على المكنس ده كده بحيث انه ما يتحركش هيفضل الحجم ده ثابت. فبالتالي تبقى عمليه اسمها ايزوكوريك. سخنه بقى ما سخنوش، هو حجمه ثابت. طيب فانا هنا وطيت الضغط بتاعه، لو حد فهم شويه كده وطيت الضغط بتاعه والحجم ثابت. وطيت الضغط بتاعه من دي 1 لدي 2 والحجم ده ثابت، واحنا متفقين ان ان عندنا ثابت وار ثابت عشان عملت ايه؟ نزلنا كويس؟ فلو انا جيت العمليه دي وقت نزل البريشر من هنا لهنا اندر كونستنت فوليوم تحت ضغط تحت حجم ثابت ايزوكوريك بروسيس والان والاس لو كده كده ما نزلش فاللي هيحصل انه ينزل من النقطه دي للنقطه دي على البيت دايجرام. حلو الشغل اللي عمله هنا كام بقى؟ الانتجرال في دي دي طيب كام يا سيدي؟ الانتجرال في دي دي البريشر بيتغير من واحد لاثنين بس مش مهم مش مهم. الدي دي كام هنا؟ زيرو. فاكيد اكيد اكيد طالما مفيش تغيير في الحجم اكيد مفيش شغل حصل. كويس؟ يعني حصل تغيير في التمبرشر، صار تغيير في الضغط بس الفوليوم زي ما هو فلا زق حاجه ولا حاجه زقتني. فالدي دي بتاعه بيساوي صفر. فالايز بوينت بروسس يبقى الشغل ده يبقى بصفر. حلو كده. حد يكون فاهم يعني ايه تكامل؟ يقول لي كده على الرسمه دي ازاي بسرعه كده ابص اطلع شغل من الرسمه دي؟ ما تتكلمش رفع ايدك. الاريا بتاعتي كده. عبقري. لا يا راجل، لا يا راجل، جامد، لا يا راجل فعلا. سؤال عبيط قوي. صفر، مفيش مساحة هنا، تبقى البروسس دي بس هي اللي عاملة شغل. والعكس،
يعني ممكن يحصل بروسس كده من هنا لهنا وبعد كده من هنا لهنا. او سايكليك بروسس ده لو عايزين نلعب شويه تمشي من هنا لهنا لهنا ورجعها كده تطلع كده زيرو. ساعتها الشغل بقى يساوي كام؟ الشغل بقى كام؟ ده الشغل صح. الشغل بقى يساوي كام؟ زيرو. طب ورا لا ايوه ايوه واحد في اتنين ناقص في واحد.
البريشر بيتغير لازم من بي 1 لبي 2 مثلا، بس الفوليوم ثابت. طالما الفوليوم ثابت فالانتجرال دي 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 بيساوي صفر. طالما دي بيساوي صفر مفيش شغل. لكن لو الناس تبص كده المساحه تحت السايد ده تحت الخط ده كام؟ صفر، مفيش مساحه. فبالرياضه تكمل دي 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 بيساوي صفر، بالرسم المساحه تحت الخط ده بيساوي صفر. فدي البروسس الثانيه. البروسس الثالثه عشان تعرف تعرف في المبنى يعني هو كان جاي كده وينزل كده هيكون ده من هنا ويرجع تاني لدي 1. البروسس الثالثه دي برضه ايزوباريك زي البروسس الاولانيه، ضغط ثابت عند البريشر اسمه بي 2. طيب الشغل كام؟ تعملها في الرياضه هتبقى تكامل بي دي بي. البي هنا ثابت عند قيمة اسمها بي 2، فهيبقى بي 2 تكامل بي دي. تكامل بي دي بيطلع ايه؟ بيطلع بي، وهحط حدود التكامل في بي 1. لا سوري بقى، هنا حدود التكامل في بي 2 راجع لبي 1، فهيبقى بي 2 لبي 1، فهيطلع كام في الاخر؟ بي 2 في بي 1 ناقص بي 2، وبي 1 اصغر من بي 2. فالرقم ده يطلع ثابت. ده كده بالرياضه بس. على الكيرف بقى لما تيجي تبص هو الانتجرال بتاع بي في بي ده المساحه بتاعت المنحنى، ادي المنحنى اهو، يبقى المساحه دي. بس اخد مفروض ولا سالب؟ ده سالب. ليه سالب؟ لان الفوليوم دي هيرب بيحصل كومبريشن، ففي حد من بره بيعمل شغل على الغاز، واحنا اتفقنا ان الشغل موجب لو الغاز اللي بيعمله، سالب لو بيحب عليه. فيبقى المجموع بقى في الاخر اخر بروسس برضه انه يطلع من هنا لهنا دي ما فيهاش شغل. برضه الشغل بقى كله على بعضه ايه؟ تجمع المساحه دي زائد المساحه دي بالشرف. المساحه دي هي بي 1 في بي 2 ناقص بي 1. وهنا بي 2 بي 1 ناقص بي 2. لو جمعت ده اللي هو هيطلع قيمه سالبه، مع ده القيمه المجرد هيطلع كده طرح، عمليه طرح. اللي هي على الرسم بتتكلم فين؟ المساحه دي. لما بتطرح ده كله ناقص ده هيطلع ده. واضح؟ ممكن ايزوباريك بروسس فولد باي ايزوباريك بروسس.
في جميع الاحوال الشغل هو مساحه تحت المنحنى، خلاص اتفقنا على دي. وفي جميع الاحوال التغير في الانترنال دلتا يو بيعتمد بس، دي نقطه مهمه قوي، نقطه مفصليه في الشطر بتاعنا، يعتمد بس على الانيشال والفاينل تمبرتشر. يعني مش مهم بالنسبه للدلتا يو انت توصل من هنا لهنا ازاي، ما تفرقش معاك. الدلتا يو يهمها تمبرتشر في اول نقطه وتمبرتشر في اخر نقطه اللي هو هيقاس لي دلتا تي. يعني الانترنال انرجي اللي هي الانترنال بتاع دي يو هيساوي اي على 2 ان دي في دي فاينل ناقص دي انيشال. ودي لا تعتمد على المسار. تعتمد فقط على اول واخر نقطه. طب ليه؟ ليه ما تعتمدش؟ يعني الشغل هو انه بيعتمد على المسار. يعني الشغل يفرق معايا لو انا كنت همشي من هنا لهنا، همشي بالمسار ده 1 2 3 او همشي بالمسار ده تفرق. لو مشيت من هنا لهنا لهنا الشغل هو المساحه الكبيره قوي دي. لو مشيت من هنا انا يعني ممكن الناس تحكي في ده الكلام وانا اقول نقطه اخر نقطه مساحه تحت المنحنى واخش في اللي بعده. لو بصيت على الكتاب هتلاقي كده مفيش كده ومعاك انت بقى في المساحه. لو مشيت من النقطه دي للنقطه دي مش في الاتجاه ده كده تحت مثلا وبعد كده دخلت يمين كده ايزوتوريك ايزوتوريك هتبقى المساحه مين؟ المساحه الصغيره دي. فالشغل بيعتمد على شكل المسار، على البروسيس، ازاي تشيل من اول نقطه لاخر نقطه. الشغل ذا فانكشن اوف ذا بروسيس او ذا فانكشن اوف ذا باث بيعتمد على ازاي انا وصلت من هنا لهنا. لكن الانترنال انرجي لا، انها بس اول ستيب كانت ايه واخر ستيب كانت ايه، مش مهم وصلت ازاي. ليه؟ لو حد اتكلم من شابتر 2 يعني ايه تمبريتشر هيفهم ليه الانترنال انرجي بتعتمد بس على اول واخر نقطه. التمبريتشر من شابتر 2 هي مقياس لدرجة الحرارة بتاعي الغاز. صح كده؟ لقينا ان نص ام بي سكوير بيساوي مثلا 3 على 2 كي خلاص. التمبريتشر في اول نقطة هتبقى ريليتد لسرعة معينة او كينيتيك انرجي معينة. والتمبريتشر في اخر نقطة هتبقى ريليتد لكينيتيك انرجي معينة او بنص معين. بمعنى اخر ان التغيير بتاع الانترنال انرجي هو تغيير في الكينيتيك انرجي، والكينيتيك انرجي ما يفرقش معاها وصلت ازاي. تاني اليو ده تغيير في الكينيتيك انرجي بتاعت الغاز، والتغيير في الكينيتيك انرجي بتاعت الغاز فاكرين كده في شابتر في الترم الاولاني لما درسوا في البروبرتيز مثلا موضوع طاقه الوضع الام جي اتش. لما باخد جسم من هنا احطه هنا الطاقه دي كام بالنسبه لي؟ ام جي اتش. طب لو انا خدت مشيت كده وصلت هنا خدت طاقه كام برضه؟ هي ام جي اتش. نفس القصه الانترنال انرجي هي نص ام بي تربيع عند نقطه وبقت نص ام بي تربيع عند نقطه ثانيه. ده بالسرعه او 3 على 2 ام بي تي او 5 على وات ايفر يعني اي على 2 ام بي تي. فكانت كانت انرجي واصبحت كانت انرجي ثانيه. يشيل ازاي؟ مش مهم. فالدلتا يو ده اظبط فين؟ كنت بطل ما يعتمدش على المسار، يعتمد على التمبرشر الاولانيه والاخرانيه. او لو انت فاهم يعني تمبرشر كانت انرجي الاولانيه والاخرانيه. اوكي؟ لان الديفينيشن احنا كده هنكتبه ويبقى thank you.
درجة دي كيو باي دي ده اسمه الهيت كاباسيتي اللي هو بالعربي الساعة الحرارية. الساعة الحرارية وده لو انت بتاعت ايه يا جماعة؟ الوحدة بتاعت تبين يقول لك الهيت كاباسيتي شهور الفيلم بتاعت. طيب لو انا حسبت الكلام ده الهيت كاباسيتي على الكتلة بتاعت الجسم دي كيو باي دي ورحت اقسمها على الكتلة بتاعت الغاز هو في الكتاب بقى ايه اسمها ايه في الكتاب شابتر 3 سمول ام غار تاني هو في الكتاب اسمها سمول ام شابتر 3 هنشيل بقى سمول ام في الفوق كام تاني عشان يبقى نفس الفوق شابتر 3 بقى السبيسيفيك هيت او الساعه الحراريه النوعيه هتبقى دي كيو باي دي اللي هي دي كباستي مقسومه على كتله الغاز طب دي تطلع كده ايه يا جماعه؟ دي تطلع جول بير كيلو جرام كيلو وفي منها نوعين بقى بعض لعب بيهم كتير المره الجايه السبيسيفيك هيت اندر كونستنت فوليوم والسبيسيفيك هيت اندر كونستنت بريشر وهسميهم سي في وسي في سي في معناها سبيسيفيك هيت لما يكون الفوليوم كونستنت وسي في لما يكون البريشر المولر سبيسيفيك هيت كمان تعريف ليها سنتنس كتيره لامدا سي بيك سي ايه الهيت كاباسيتي دي مالتي بي مقسومه على عدد المولات على مدار الخوص اللي هو اسمه سمول ام فده هيبقى وحدته يا جماعه ده هيبقى وحدته ايه؟ ده هيبقى وحدته ايه؟ مولر سبيسيفيك هيت ده هيبقى جول على مدار الخوص اللي هو مول يعني على كده وفي منها نوعين under constant volume و under constant pressure. بقى عندنا heat capacity و specific heat و molar specific heat. في حتة بقى كده على جنب كده لما تروح المصيف ليه لما بتنزل البحر تلاقي المية ساعة مع ان اليوم حر؟